المنتوج الوطني الحمد لله كنشتغلوا عليه منذ سنوات، واليوم اخر الاحصائيات 60% ديال المغاربه والحمد لله ولاو كيفضلوا المنتوج الوطني بالجوده ديالو وبالتكلفه ديالو على المنتوج المستورد، وهذا افتخار لنا. مازال لنا الخدمه وغنشتغلوا عليها، كتعرفوا بان هذا انشغال يومي بالنسبه ليا باش الميدين موروكو المنتوج مصنع في المغرب وابدع في المغرب ايضا باش نوصلوا لمرحله اخرى يولي اليوم في صلب الاهتمامات ديال كل المغاربه. وشكرا.